يا انت بدك نصورنا حاليا بكلام زيت يدخلنا جامعة. يا سيد كلام الناس بحلقة متاع سماها حلقة التطليق مثلية الجنسية. ليه حلقة المثلية الجنسية بما انه موضوع هذا في تونس وكل شيء واحد ما نجمش تفرج فيها مرة كهو الحق متاع ربي تفرجت فيها البارح وعاود تفرجت فيها اليوم واليوم خذيت دي نوت حبيت نفهم كيفاش دار الحوار بيسكو كلام الناس يتفرج فيها برشا عباد دونك تأثر على برشا مجتمع تونسي قلت برا خنف به اول ما بدينا نحكيه وليد التونسي قال انا وزوجتي انا ومرتي انا وانثى دونك المهم هو انثى يأكد على انه انثى تنرجع لها بعد كذلك باش نعطيكم لي رمارك اللي خذيتهم هذايا احكي له معناتها انت محليتش ماكش بيان دوكيمونتي على الموضوع هذا وتناقش فيه يا خويا برا حلاني انا ماني كنتش دوكيمونتي من بعديك حليت جوجل باش نفهم الحكايه دونك سي وليد راه مسيوده زاد فاهم رأف نوتر شعلينا فيه به من بعديك سي طاهر قال عطا الارغيومون هو ساعة بالنسبه لي الموضوع كل ما تروح بالغلط كان باش نعطيكم توا شنو اللي صار سي طاهر قال كل واحد فينا يعرف واحد مثلي في حومته انا نعرف وانت تعرف وبدا بالحكايه هذيك كي وصل سي وليد قال له حتى انت تعرف سي وليد قال له ايش يهمني فيه معناتها هو يعرف وش يهمه فيه دونك هو سي وليد التونسي عنده قناعه من داخل انه ايش يهمه فيه يما وين المشكل كيش يهمك في ولد حومتك ايش يهمك في الباقي وعديوا هالحكايه هذي به او لهنا بعدك تحنا نحكي وعاد على الدولة الإسلامية ومن عارف شنو هذا فودي با تو نرجعو داخل في اللي باش نقولو بعدك به بعدك سيدي الشيخ قال مش فاهم مفهوم الأقلية ساعة قالوا انت أقلية معناتها قالوا تصنف روحك مع اليهود مع المسيح مع الإسلام انت أقلية دونك الأقلية بمفهوم سيدي الشيخ مربوطة بالديانات الأقلية العرقية مش موجودة الأقلية اللغوية مش موجودة دونك الأقلية مربوطة بالديانات لازم نراجع هذي الحكاية هذي به حكاية شوية سيد الشيخ كوتي الدين ودخل فيها البيدوفيلي دونك سيد الشيخ عنده كونفيزيون بينات المثلية الجنسية والبيدوفيلي قال له معناتها واحد مثلي جنسي مشي للروضة ولا شنو لقى واحد عمره 5 سنين مثلي جنسي كيفه جينيتيك في جينيتيك انت عملت لي جينيتيك في جينيتيك في مخي يا سيد الشيخ المثلية الجنسية يا ود المثلية الجنسية حاجة والبيدوفيلي حاجة اخرى ندخلوهاش في بعضها ما هو كم بعديك سكت معناتها ما قعدش واحد ما عرف حسيتو عرف روحه غلط فهمت اما هذه هي الرومارك راهو هانا نسمعوا بوحدين اختصبوها موما صغار يكتبوا عليهم في الجرايد وكل شيء مش مربوطة ببعضها ما نطرحوش نفس الموضوع في الموضوع به بعديك سيدي الشيخ بذول يزلت ليسان هذايا ما ركزوش مع برشا ما منعرفش كان طلع يقولها بالحق ولا غالب قالوا انت عالم سيدي الشيخ قالوا لي انا مانيش طبيب قالوا نشوفوا عالم نفس ولا عالم تنمية بشرية ولا منعرفش شنو اللي قالوا عمل تاي قالوا الحكاية هذه معناها ما يهتمش بها طبيب نفسي يهتم بها واحد قاري تنمية بشرية تين مهم ما نعرفوهاش هذي قالت زلت لسان لكن يطلع قالها بالرسمي معناها برجولية معناتها التنمية بشرية وعلم نفس وكاوم واحد طبيب نهزوه الدوي الفلاح هزوه الفلاح الفلاح يدوي داخلوا الامور لبعض وين تعدي؟ سيد الشيخ لهنا قال باش تقعد ديما موجودة الإسلام يعترف بها وذكرها وباش تقعد ديما موجوده قال هكا يا سيدي الشيخ هي انت قلت لنا هي اللي باش تقعد موجوده والاسلام قال لنا باش تقعد موجوده هي دخلنا نلقاو لها حل نحن ونتعداو السوجي هذايا ونتلاقيو بحكايات اخرى ابجل وتنميه واقتصاد وفساد وكل شيء ما دام هو الاسلام قال باش تقعد موجوده هي خلينا
تشوفوا لها حل ونناقشوها. هذا هي الموضوع كان نزيد نحكي فيه به. نتعداو لسي شكيب هذيما اظن الكل قاعد نحكي فيه وانه مانيش قاعدين نحكيو في الموضوع اللب نتاع الموضوع مانيش قاعدين نحكيو فيه. حكينا بالدين حكينا بالواحد ومن بعد هيك نقول لكم شنو الموضوع. سي شكيب باش بدا على اللجوء السياسي فهمت معناتها السيد يحكي له قال له رامي يهدوا فيه راه ما فماش قانون راه ما عندوش كون يحميه والاخر يقول له ما نعمل لجوء سياسي ايش تحبوا يعمل يعمل سهل شكيب يحب يورط ايش تحبوا يعمل زي شوف اخيوته يا اخي برشا يحكموا في تونس توا عملوا لجوء سياسي ايش بين عملوا لجوء سياسي خاطر كما كانوش محميين والعباد هذوما علاش ننكروا نحن معناتها نحشموا قدام الدول نقولوا اليوم ما همش محميين ما همش محميين ما همش محميين كوان فينا لازمنا نحسنوا وكاو ما عمل لجوء سياسي يعمل لجوء سياسي كيف وكما العباد الاخرين اون بليس هو حب جينيراليزي معناها حب يطلعهم الكل مجرب كل اللي حبوا يعملوا الحكايه ذي يحبوا على الاوراق ولا يحبوا على اللجوء السياسي ولا معناتها ديجا ان فو بروبليم مش هذا موضوع موضوعنا يا سي شكيب به. نتعدى سي لطفي العمير يحكي على التاريخ دونك حكينا كوتي دين حكينا على التاريخ والاغريق وما نعرف شنو كل شيء وفي بعد هيك جبد له قالوا قالوا الدين الجديد هذا اللي هو دين حقوق الانسان حقوق الانسان اللي انا بتواضعي فهمته لا لايسيتي الدين هذا دابخي سي لطفي العمير كان انا غلط هذه حاجه اخرى قال لا لايسيتي دابخي المنظمات هذيا هي عاوناتك باش تطيح نظام بن علي توا لازمك تتبنى المشروع نتاعها ابروندر او اليسي يتهز المشروع طبقه في بلادك يا يعني نحن باش نقعدوا ديما نقولوا لي انت ناقص وانت كذا وكل شيء به معناتها نحن ديجا باش نبين لكم اللي مانيش نناقشوا في موضوع المثليه الجنسيه دورناه اتهامات اتهمنا من الاول باللجوء السياسي خرجنا من موضوعنا اللي هو المثليه الجنسيه اتهمنا بعديك باللايسيتي دونك ولينا نحكيوا باللي انت متواطئ وكذا دونك يعني الموضوع ذا يفكرني بالفساد ولا بال وانت من قطر وانت من امارات وكل شيء كلها متواطئه والكلها كذا والكلها دخلت البلجيك سلاح وخرج فهمتني دونك ما نحلوش فالتواطئ موضوعنا ما هوش التواطئ ولا اللجوء السياسي موضوعنا هو المثليه الجنسيه في المجتمع التونسي والقانون ولا كيفيه التاثير هذه التيز اللي لازمنا نحكيوها كيفيه تاثير المثليه الجنسيه في المجتمع التونسي عندك ظاهر تراه فيها والاسلام اللي انت تؤمن به قال لك الظاهره ذي باش تقعد موجود يخلينا نناقشوها الظاهره ذي ونحلوا لها مشاكلها وكان لازمنا نحميهم نحميهم كان لازمنا نعملوا كذا دي علوم تنميه بشريه نعملوا لهم واحد تنميه بشريه بعديك عاد جاوا يلخصوا جاوا يلخصوا لهنا سيدي الشيخ ويني فازت الكروموزوم هيا هيا كي جاوا يلخصوا جاوا يلخصوا بعد يعطيو في الكلمه الاخيره قالوا يا سيدي الشيخ شنو رايك انت قال له انت ما وش اسمه الاخر عطاه قال له في اربعه سته قال له اربعه شهور يتحدد يعني بون ما نعرفش المعلومه انا هذا قال له يلا حيلوا الكروموزوم معناتها نسيت نحيلوا الكروموزوم تي نحن عبيد مساكن زيد كروموزوم ما نجموش يقيموا برواح هذا مثلي جنسي كان ينجم ياكل ويريقل امور وحده تجي انت تنحي له كروموزوم انت ما دمرت عائلته اصلا ليه الحكايه يقعدوا يتعبوا في عائلتهم اكثر من على الاقل قايمه بروحه تنحي له كروموزوم سيدي شفت في بيلو ميكانيك في بيلو كهرباء باش نحي له القطعه باش نحي له بيلا سوليسيون ثانيه استنى اسمع السوليسيون الثانيه نتاع سيدي الشيخ يا نحي له الكروموزوم ثاني بجري عبد يا نحي الطفل نحي الطفل سيد الشيخ لهنا هذاك جبتن الاجهاض وحكمه في الاسلام ومنع اللي هو نورمالمون الاجهاض ممنوع في الاسلام انت تو قلت يا اما تحيل الكروموزوم يا اما تعمل اجهاض انا ما نجمش مانيش مفتي ما نعرفش سي انت معروف انت يا خويا زي من مفهوم رايك انت انا ما نجمش نحكم ما قريتش وما نعرفش ما نكذبش عليك اما في الكا هذايا مش رايي هذايا فاك ها وجماعه قاعدين موجودين انا ما لعوشتش دونك سيد الشيخ عطانا زوج حلول مع العباد هذوما يا نحيو الكروموزوم نتعاوز الكل يا نحيو الطفل هذا الملاحظات اللي عاودت تفرجت فيهم مرة أخرى من كلام الناس باش نفهم الحكاية
توا نحب نقول لكم الموضوع الاساسي شنو هو هي تطرح ديجا حكيت عليه شوي. الموضوع اللي متحكيش في هذا الكل هي ظاهره المثليه الجنسيه في المجتمع التونسي وكيفيه تاثيرها. هذايا شنو اللي لازمنا نناقش ودخلناها بدين ونعرش تاريخ. هو الشعب التونسي كي تجي تحكي معاه دين يا اخي ماناش نعرفوا جماعه يسكروا ويشربوا جبن وفول مدمس وما عدناش معاهم مشكل. ما نعرفوش جماعه يقمروا ما نعرفش شنو ما عدناش معاهم مشكل. ما عدناش زينة وكل شيء ويفرحوا بالعصفور وما عدناش معاهم مشكل. هذا بكواراتهم عندك لوكال دونك نحن في تونس ما عدناش مشكل نتاع الدين اللي حبوا ما عدناش مشكل نتاع الدين اللي حبوا يوصلوا هنا في البلاتو سيد الشيخ انا وانت نعرفوا اللي هو حرام لا سبيل اليه. نحن كمسلمين نعرفوا ان المثليه الجنسيه حرام. كيف هكما الشرب حرام كيف هكما الزنا حرام كيف هكما القمار حرام. دونك علاش انا وياك نقعد نناقشوا في حرام ولا مش حرام حرام بوان في نار. حتى واحد نجم يناقش في الحكايه ذي. الشعب التونسي شي يعمل يعمل كلاسمون يحط جماعه هذوما اللي يسكروا واللي يقمروا واللي يزنيوا في شيره وجماعة الاخرين مثل الجنسيين في شارع واحد اخر. باهي كتبت انا حكاية على الفيسبوك جاني فول صاحبي قال لي ليه هذوما من الكبائر وهذوما من الذنوب عادية ولا فهمتني. باهي الزنا الزنا كبير ولا لا؟ الزنا الدولة مخصة بلايس مخصة طبة ومخصة جماعة لهين بك العباد هذوكم يأطروا فيه التأثير فهمتني. التأثير عندهم قوانين الشراء أحرام قوانين وعندهم تسعيرة زيادة وعندهم تسعيرة وعندهم جوهم مليك جوهم الشراء الشراء بالدولة تبيع فيه ومقنت وعاملة قانون كي تسوق وانت سكران تتحاسب كذا كي تشرب في الطريق العام تتحاسب كذا. دونك الدولة عاملة قوانين تأثيرها مأثر كيفيه واحد يشرب به القمار. الدولة كيف كيف مأثرة شكون اللي عندهم الحق يلعبوا وشكون اللي حق ما عندهمش يلعبوا وكذا. دونك فما التأثير دونك هالمثلية الجنسية هذية علاش ما ناخذوهاش كيفية التأثير. المثلية الجنسية في المجتمع التونسي وكيفية التأثير هذية كيفاش لازم يتحكي. أما باش نحكيه في حرام ومش حرام أحرام كيفها كما الشراب والباقي الكل. تاريخ شنو التاريخ فاش باش يزيدنا في الحكايه هذيا. هاو الاطروحه هاو التاز اللي لازمنا نحكيو فيه كيفيه تاثير ظاهره المثليه الجنسيه اللي قال الاسلام باش تقعد موجود وموجود. هيك هاو هي نحكيو فيه نحطوا العباد اللي هما كاليفيه باش يحكيو فيه اللي ما يقولوش نحيو كروموزوم ولا ما يقولوش تنميه بشريه ونحطوا علماء اللي لاهين بالحكايه هذيا ونشوفوا من ناحيه الاسلام نشوفوا فماش دي سوليسيون نفسانيه نطوروا في العلم من ناحيه الاسلام باش نحاولوا نفهموا كيفاش نداويهم العباد هذوما كان يداويه ولا كان مش كان مرض ولا مش مرض. كل واحد كيفاش عنده راي في الحكايه هذه. وبالله نحب نزيد انا حكايه بالله كي تدخلوا تمشيوا لجوجل وتعملوا ريشيرش معناها نتاع 15 مينوت على منظمة الصحة العالمية اش قالت معناها في الحكاية هذه ما مش تضركم معناها قبل ما تحكموا على العباد اموا برا اعمل ريشيرش صغير معناها. وعلى فكرة منظمة الصحة العالمية معناها 95% من الدويات اللي تخرج في العالم ابروفي من منظمة الصحة العالمية معناها انتم راكم تستعملوا في دوياتها وكذا. دونك هما العباد الكاليفيه وهما اللي يقول لك اسكو الحكاية هذه موجودة ولا ماكش تسمع شيخ ولا فهمتني. دونك ميشيلش كي تعملوا ريشيرش يا شعب التونسي اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يا تكونوا رجلون يا مش عين شافت وعين ما شافتش. والسلام عليكم.